هاي والسلام عليكم. إن شاء الله في هذا اليوم نحن سوف نتحدث وسنناقش عن فيلم دنان أو يسمى به فالنا. من لا يعرف عن هذا الكيان فمن المحتمل أنك لن تعرف عنه. حقيقة جمهورنا الكريم نحن نتساءل لماذا تبدو فالا أو يسمى به الراهبة كفتاة لكن حقيقة هو ولد. ولهذا السبب أنا في هذا اليوم سأبرز لكم وسأكشف لكم عن هذه الدعاية حيث أغلبية الناس اليوم أعمى بوجه ذلك الشيطان. فالا كتبت في كتاب السحر منذ 1500 عاما حيث اسم الحقيقي إبراهيم هو فالا الذي نحن نعرف بمشاهدة إلى التلفاز في هذا العصر. ولكن حقيقة جمهورنا الكريم نحن لا نعرف بأن هذا الشيطان فلا هو ولده. كيف يمكن أن يكون هذا ممكنا وكيف لهذا الشيطان أن يعيش في عالمنا؟ قد حدث قبل 1500 عام كان فالا معروفا باسم صبيل ذي الأجنحة الملائكية. فالا ليس الشيطان الذي اعتدنا أن نراه في الأفلام، ولكنه في واقع هو الصبي الذي يركب التنيا برأسين. أيها أصحاب الفقامة، لدى الفالا أيضا العديد من الأسماء وهي فالا، فولا، فالو، ولا، فولاج، حتى كولور ودولاس. يوجد كتاب واحد بعنوان The False Monarchy of Demon وهو يتألف من 96 شياطين بها تعني في ذلك الكتاب. فبلا فذكر في ذلك الكتاب بأن هذا الشيطان هو الرئيس على كل شياطين أخرى في الجحيم. ولهذا السبب حينما نشاهد فالا فسيرحب فسيخاف كل شياطين من وجوده بسبب مزايا جمهورنا الكريم بسبب إلى قوة هذا الشيطان قوية جدا مقارنة بشياطين الأخرى. وأيضا في الكتاب The Lazy Key of Solomon الذي كتب منذ 1600 عام ينقل كل معظم الكتب القديمة التي كتبت قبل 1500 عام تم تجميع هذا الكتاب معا ليكون كتابا. للمتابعة، الدير هو مكان الذي احتلته للراهبة، إنها الكنيسة التي تعرف باسم أبي، وينقل مع جميع أنواع مواد الصلاة لجعل كنسة من المسيحيين للدراسة والتعلم عن الدين. وأيها جمهورنا الكريم، في 1700 تم تدمير أبي بسبب حرب المنغول. أيها أصحاب الفقامة، وأخيرا كما نعلم بأن الدائرة مكان الطاهر تم تدميره، ولذلك احتل ولا مكانه في فيلم دنان. أكتفي بهذا القدر، سنلتقي مرة أخرى في الفيديو التالي، ولذلك فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، فشكرا.